بصراحة شديدة كده عكست كم صاروخ من اللي جوه. لا والله احنا جايين نشوف شغلنا هنيجي نعكس. لا بره الشغل اكيد بتهزر بتعاكس. لا والله خالص ليه يعني المعاكسة دي بقى لا لا المعاكسة دي بقى حاجة قديمة جدا. لا خالص بالعكس الواحد لازم يبقى لا تقيل. لا مش تقيل احنا هنيجي نقعد نعكس مفيش الكلام ده خلينا ناس محترمة. طبعا طب بصراحة كم واحد عكستها؟ لا والله انا مش مركز انا جاي مركز في الشغل. تمام طب بعد الحفلة هتركز في ده ولا لا؟ بعد الحفلة مش عارف. رأيك ومستوى الجمال وبصراحة الموضوع معقدك وصعب ان انا نقول. لا والله مستوى الجمال ممتاز انا يعني بصراحة عاجبني جدا انا يعني اول مرة احضر حاجة زي كده بس يعني هم very good. اهم معيار بتختار على اساسه الشكل والكاريزما في الاول وبعد كده الشخصيه يعني. هي الشخصيه طبعا اهم بس يعني في حاجات بتاعت ملكات الجمال بحس برضو الشكل مهم والكاريزما مهمه. شايف الفروق الفرديه كبيره قوي ولا الموضوع قريب من بعض؟ الايه الفروق ما بينهم لا كبيره؟ لا الفروق مش كبيره لا الفروق كويس. تمام يعني بقى في كل جنسيات العالم انت ممكن بتحب جنسيه عن الثانيه ممكن تميل حتى نفسيا لبلد معينه حتى لو البنت مش واو. والله كلهم حلوين. هم كلهم حلوين بصراحة. شادي ايه موضوع سميرة سعيد؟ بعمل اغنية جديدة ليها ان شاء الله تبقى قنبلة. هل هو دويتو ولا انت اللي بتنفذ لها مثلا الاغنية؟ لا انا ملحن لها الاغنية يعني اتمنى يا ريت طبعا ان شاء الله تبقى دويتو اتمنى. اكيد. اتمنى. سميرة روحها وشغلها بتخلي كل الناس اللي حواليها لازم يبقوا مبسوطين. طبعا. كلمني كده عن سميرة وعن التجربة معاها والشغل معاها. والله الأستاذة سميرة يعني سمورة سمورة قلبي سمسمة دي حبيبتي وجميلة وفعلا أنا عرفت ليه هي نجمة كبيرة. بجد ويعني إنسانة متواضعة جدا وفنانة جدا وأب تو ديت جدا وكل حاجة. شادي عايزين نعرف منك هتابع ايه في رمضان الفترة اللي جاية؟ هتابع جعفر العمدة. جعفر العمدة. جعفر العمدة. محمد رمضان متجوز ثلاثة مرات. حلو. فاكر أربعة يا ريت. يا ريت. تحب إنك تتجوز أربعة؟ إيه؟ أنت تحب تتجوز أربعة و... هو الفكرة مش هنحب إنك تتجوز أربعة، الفكرة إن الراجل هو اللي بيحصل له دوشة. طبعا. بس. أنا بقول لك أهو أنت تستحمل الدوشة دي عموما؟ لا ما استحملهاش. ولا من واحدة؟ لا أستحمل طبعا. ايه لحد دلوقتي ما خطبتش ليه؟ ايه؟ ليه ما خطبتش ليه؟ لا انت مش شوف ان انا انت خش على الانترنت هتعرف قصه حياتي كلها. يا نهار ابيض. هتعرف قصه حياتي كلها، ما بتكلمش حياتي الشخصيه بس حياتي الشخصيه كلها معروفه يعني لو الناس عملت جوجل يعني. اكيد. شادي عايز اعرف منك لو وقعت في ايد رامز جلال هتعمل فيه ايه؟ لو وقعت في ايد رامز جلال هعمل فيه حسب الموقف. ايا كان مقلبه انت عارفه بقى ويعني ابهدلك جامد نقدر ما اعرفش ساعتها الرياكشن بتاعي هيبقى ايه بس انا رامز حبيبي يعني. تمام. بتحب ان هو يكمل وشايفه لسه ممكن طبعاً. يطور افكاره طبعا رامز جميل وكل الناس بتستناه في رمضان طبعا. انت عموما يومك في رمضان اخباره ايه؟ والله يومي في رمضان انا ان شاء الله هكون في دبي عندي شغل فيومي في رمضان بيبقى يعني اكيد طبعا عباده يعني انت بتصلي وبتصوم وبتقرا قران. طب ايه تفاصيل شغلك اللي في دبي بقى؟ مش تفاصيل شغلي انا عن شركه ايفنتس وبغني هناك في دبي. بلاقي نفسك هناك اكتر من هنا؟ لا والله بلاقي نفسي هنا طبعا مصر ام الدنيا يعني مصر والامارات دول طبعا. موسم الرياض انت فين منه او موسم جد؟ ان شاء الله يعني اتمنى ابقى في الموسم الجاي ان شاء الله. جاهز لاي حاجه جديده الفتره اللي جايه؟ بجهز اغنيتين صورت اغنيتين وعندي بقى مستني اغنيه استاذه سميره سعيد بقى. تفاصيل اغنياتك ايه؟ تفصيل اغنياتي صورت اغنيه هي توزيع الاستاذ احمد ابراهيم وميكس وماستر الاستاذ امير محروس وكلامي انا اسف لحني وكلام الاستاذ وليد جلال. مش قلقان برضه يا اسطى اليوم قلق زي الاغاني اللي فاتت والاغاني اللي فاتت؟ مش قلق لا خلاص يا عم ننسى بقى خلاص بقى خلاص عدى بقى انسى. ميرسي يا عاشور رمضان كريم.